طول الجيل انت قلت اسمين ايهاب الخطيب وقلت احمد حسن. طبعا ده كابتن احمد حسن في الفتره الثانيه يعني معانا دلوقتي على التليفون. كابتن احمد حسن مساء الخير، بنرحب بيك في البيت الكبير يا كابتن. الهاني تحياتي ليك وببارك لك حبيبي يا ابو حميد، ودايما موفقين كده ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله دايما قناه الاهلي كده منوره ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله كده تنورنا كمان في يوم هنا يا احمد ونتشرف بيك. عمر معايا طبعا ومعانا الكابتن ربيع ياسين. فعمر جاب سيره احمد حسن، انا مش عارف الاسم عدى صح ولا لا بالنسبه لمشواره الاعلامي. طبعا اكتشفت ازاي اعلامي يعني ما شاء الله، انا شايف انه اعلامي واعد يعني الفتره اللي جايه، اكتشفت عمر ازاي؟ اولا برحب طبعا كابتننا الكبير كابتن ربيع، طبعا كابتن احمد الناس اللي بعتز بيها يعني تعلمنا الاخلاق والاحترام اكيد من كابتن ربيع. الله يخليك كابتن، الله يخليك كابتن، بعيد عن الفنيات طبعا. بص يا كابتن هاني، هو مش عمر بالنسبه لي مش قصه اعلاميه والكلام ده وكده، لا هو انا زي ما تقدر تقول كده انا بعتبره متبني كده، اخويا الصغير يعني. انا عمر اتربى في بيت كله طبعا احترام واخلاق، ويمكن تواجد معاك يمكن كابتن النادي الاهلي في في في, في النجاحات والبطولات والفنيات، وطبعا الخلق طبعا يعني اكيد دايما الناس كلها بتشهد ذلك الطبيعة. فعمر بالنسبه لي من ايام ما كنت في بلجيكا، مش صح كده كنت عايز اقول مش من ايام في يعني اندرلخت الكابتن احمد، وانا كنت بلعب في ليس، فكنت على طول عند الكابتن احمد في البيت. يعني علاقه الصداقه دي من 2008 مش حديثه يعني. لا هو قال لك ان هو يعني ان هو متبنيني، فده حقيقه. من 2008 كنت بروح اقعد معاه، كان بياكلنا بس متبني كل حاجه مش اعلاميا بس يا كابتن. يا ابني اديني فويس اتكلم. بقول لك يا كابتن احمد سيبه بقى يتكلم، كان مين اللي بيخلص الاكل؟ اتفضل يا احمد، اتفضل يا احمد. صدقت خلصت من الساعتين دول. لا يا كابتن طبعا لما كان موجود عمر في بلجيكا يمكن كان مختلف وقتها في ليس وانا في اندرلخت، فكان على طول بيتواجد معايا وكان على طول بيقعد معايا، ومن وقتها يعني يمكن بدات ان يمكن انا بحب عمر، لاني اولا هو ما شاء الله عليه مثقف لبق سريع البديع. اي نعم هو بيتكلم كتير بس مش مشكله، انما حتى يمكن هو مجتهد وهو دايما بيسعى وبيحاول طول الوقت وبيحاول يتعلم طول الوقت. فمن ضمن الحاجات والله هو مش مساله يا كابتن هاني ان انا لا هي يعني مش مساله لا مساعده ولا حاجه، بالعكس هو كل واحد بيسعى، فانت كل واحد يمكن بيحاول زي ما احنا طلعنا، يمكن احنا طلعنا معاك وانتوا ساعدتونا وقفتوا جنبينا، وبعد كده احنا شلنا من بعديكم. كنا موجودين معاكم في 98 مع كابتن حسام وكابتن هاني، وكان موجود معانا النادي الاهلي يمكن اللي بقى من جيل 90، انتوا اللي شلتونا وتعلمنا وبعد كده. فاحنا هي زي ما انت بتقول اجيال، هي بتسلم مجال. فانت لما بتلاقي حد يمكن محتاج، بس انا مش اكتشاف عمر ولا حاجه، لان عمر قناه النادي الاهلي هو كان متواجد فيها وما شاء الله كان مسمع بشكل كويس وكان ظاهر بشكل كويس، ولكن هو دايما الواحد بيبقى عايز يبقى ليه فرصه اكبر، يبقى ليه مكان اكبر، فيمكن هو الموضوع جه كده مش اكتر من كده. فانا شايفه من الاعلاميين اللي جايين بشكل كويس. هو يعني والله حتى يمكن فتره وجوده في قناه ناين، يمكن في البدايه انا حبيت ان انا اظهر دايما اكون متواجد معاه لدعمه، وانما هو ما شاء الله عليه يعني على طول بيحاول وبيسعى وبيجتهد وبيكلم الناس ويروح للناس وكده، فهو مجتهد. والراديو كمان يا كابتن احمد، مش مجتهد مش هيوصل لده، والراديو كمان يا كابتن احمد عشان الناس كمان مش تقتنع بيه، بيقول لك الراديو كمان ساعدك كمان في التجربه دي حسن. الراديو يمكن انا متواجد دلوقتي مع كابتن احمد حسن. نعم انا طبعا انا لما تعاقدت على موضوع ده انا ما بقاش اشتغل 5 ايام، لان انا مش من النوعيه اللي انا بشتغل كل يوم والكلام ده وكده، وده كان اتفاقي مع الناس. فطبعا انا جبت عمر قلت له عمر انت يومين وانا 3، وانا عارف عمر انت قدامك شهرين هتمشيني وانت لا ما اقدرش يا صقر ما اقدرش، احنا ماشيين على حسك يعني. حبيبي يا عمر ربنا يكرمك. كابتن احمد انا بشكرك على كلام حضرتك والله، ده انا اللي بشكرك، حضرتك اخ اكبر ليا، ويعني ربنا يخليك لينا كده، ودايما يعني يا كابتن تدعم الناس كلها ان شاء الله. طبعا انت يا عمر اكيد مش مدي فرصه للكابتن ربيع يتكلم خالص. لا انا اللي بتكلم بس النهارده. انا بحاول ان انا اعتذر واشوف حتى هو ضيف شاطر يا كابتن، حتى وهو ضيف. ايوه طبعا مديله الفرصه على الاخر، وبعدين كل شويه كابتن ربيع بيبص لي قلت له دلوقتي عايزكم. لا كابتن هاني انتوا ممكن بقى عمر خلاص يعني انتوا نخرج احنا يمشوا يسيبونا يا صقر وتتكلموا مع كابتن ربيع شويه. ده هو
بصراحه الكابتن احمد حاجه جميله جدا وانسان وحاجه جميله وطول عمره مع عمر يعني لما كان في بلجيكا لحد دلوقتي يعني فعلا انسان محترم وكابتن كبير وقائد ويستاهل كل خير بصراحه. انا بشكرك كابتن احمد على اللي بتعمله مع عمر وده مش جديد على على الصقر يعني صقر الكره المصريه الحقيقه يعني. لا يا كابتن احنا احنا والله اتعلمنا منكم واحنا مع اي حد طبعا من من الشباب الصغيرين اي حد بنقدر ان احنا نساعده ونسنده اكيد لازم نقف جنبه ونساعده ونسنده. فاكرين يا كابتن اشكر حضرتك جدا. شكرا يا كابتن احمد.